الموجة بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغم حب وهمسة روح دقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع والريح تغدر بالحبا والعاصفة تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضو الشمس ترميها والريح تغدر بالحبا بالحبا تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضو الشمس ترميها كلمتها تطير وسع المدى وسع المدى ويرد الصوت بين الصدى بين الصدى ويضيع من الورد الندى في غنوة نغنيها يا قلوب جمع هالقضى القضى طيور تاهت بالفضى بالفضى زمان اللي راح ومضى يا حكاية نحكيها علشان شمعتنا دي تقيد بإيدك وإيدي ندريها يا خويا يا ابن الشم ولا بويا ولا دمي ولا حمي علشان شمعتنا دي تقيد بإيدك وإيدي ندريها ألف ألف الحمد لله وصل الرد من المستشفى الهولندي وهذا المستشفى بتعرف قديش مهم هذا فيه أهم معهد أبحاث لهالقصة اللي نحن فيها ألف ألف الحمد لله يا ربي لك حياتي لك لك ما أحلاهن بتشوف صورهم هني وصغار بتقول نايا هي العفريتة ولونا لبسان بيكل عشيها كيف قلبت الدنيا ما بعرف لك ميمي أنا ما رح أقبل إنك أنت ما تروحي على هذا المستشفى لو ما هن شافوا أمل وأمل كبير ما كانوا وافقوا شو يعني أمل؟ يعني بدون يجربوا فيه دواء جديد؟ ويمكن ما يزبطوا أمرض أكتر وقضي كل أيامي هلأ عم بركض من مستشفى لمستشفى ومن قارة لقارة هيدا هو الأمل ليك يا بيبي ليك ما أحلاهم أنا بدي أعيش معك ومعهم مرتاحة وبلا عذاب هيدا كل شي بديه ما بدي شي تاني أنا آسف ما رح ساوي أبداً اللي عم يخطر لك ما رح أتركك هالمرة ساوي اللي براسك حيث أنت اللي بدك تعذبني ليه ما بترد علي يا نور ما بيقوله جسم الإنسان بيقوله شو بده أنا جسم هيك بده وإذا أنت بدك تساعدني لازم تساعدني بهذا الشيء أنا ما بدي أضيع وقت بدي أعيش معكم هذا كل شيء عم بطلبه ماريا ما ضل شيء بهالدنيا ما له علاج حطي هالفكرة براسك بقى واقتنعي فيها كل شيء له علاج عن أي علاج عم تحكي بشرفك؟ عن أي علاج؟ إذا الكيماوي وما ظبط عن أي علاج عم تحكي نور بليز؟ ما بعرف أنا مستحيل أتركك مستحيل أتركك تساوي اللي براسك نور طلع علي طلع علي
هيك بدك تشوفني كل الوقت قاعدة بالتخت وتعبانة والأشعة والكيماوي عم يكلوا لجسمي وعم بستفرغ ومصفرة ومش قادرة أقوم ومش قادرة أتحرك؟ هيك بدك تشوفني بآخر فترة؟ أنت بتعرفي شو عم بتطلبي مني؟ عم تطلبي مني أتركك تروحي من بين إيدي وما ساوي شي؟ لا مش هذا اللي عم بطلبه. أنا بكل الأحوال رح موت، اللي بدي بس إنه موت عربة. ما بدي أقضي آخر أيامي ملقحة تخوتي وبالمستشفيات. ما بقدر نور، هذا الأحسن اللي صدقني. أنا بدي أنسى أني مريضة، تعال ننسى أني مريضة، خلينا نقول للكل ينسوا أني أنا مريضة. أنا بكل الأحوال رح موت، خليني موت مثل أي إنسان عمل حادث سير أو بالصدفة. ما بدي بقى أشفق على حالي وما بدي حدا يشفق علي. خلص أنا رح أخبر أهلي أني مريضة منيح. اهلا عم كريم، زي حضرتك؟ تفضل. لا 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 شكرا، انا جاي اطمن عليك بسرعه، شغلتي لي بالي بصراحه. شو عايزه حد يطمن علي يا عم كريم؟ انا كويسه كده لوحدي، كفي خيري شري. لا ما عليك حق، صدقيني نحن مهتمين فيك وعم نحاول نساعدك، بس هذا اللي طلبك ما شلنا نساوي. وهي دي الحقيقه، انا خلاص بقيت لوحدي، حتى كرم يا عمو تغير، ما بقى زي الأول. هلا أنا ما في داعي ذكرك قديش كرم بيحبك وبيعزك. ها؟ أنا عارفة إنه هو بيحبني، بس ده ما يمنعش يعني إنه هو تغير معي، وبقى له فترة كده وأنا بعمل نفسي مش واخدة بالي، أو يمكن مش عايزة أصدق إنه هو تغير من ناحيتي. إيه هو معصب شوي هالأيام، يمكن من ضغط الشغل، ولا لا تكوني أنت مزعلتي؟ مزعلة إيه بس؟ ده لا بيكلمني ولا بكلمه ولا حتى بشوفه، ده التليفونات كل فين وفين. على كل إن انت بعد ما طلعتي من المطعم اتصل بالمحامي وبهدله، وهلا هو عنده قال بيخبرنا شو بيصير معه. محامي محامي محامي، كفايه بقى حكايه المحامي دي، انا زهقت. شوف حضرتك اصلا القضيه عنده بقى لها قد ايه ولا عمل حاجه. ساره هدي هدي، يعني انت صبرتي وتعذبتي كل الوقت، اصبري لك كمان شوي. اصبر شويه كمان وماله، أنا خلاص يا عمو تعبت بجد، تعبت مش عارفة ألاقيها منين ولا منين. ألو، إيه كرم، شو الأخبار؟ كيف؟ تروح لعند المحامي؟ هلأ؟ طيب طيب ولا يهمك، أنا بوصل. ماشي، مع السلامة. في إيه؟ يا بابا ملك ملك، تعي لهون، خدي زين وطلعي لفوق على الأوضة. اوكي. خليكي جنبه، لا تتركيه. خلاص، مثل ما بدك. أنت مين سمح لك تفوتي لهون؟ كيف بتفوتي لهون؟ يا أخي حرام عليك اللي أنت بتعمله فيها ده بقى. حرام عليك. ده ابني. ابني ما ينفعش إن أنت تحرمني منه، فاهم ولا لا؟ لا فاهم. فاهم كتير منيح. لما بدك تكوني أم، بدك تكوني أم وقد مسؤوليتك. مو تتركي ابنك لجنانك. على فكرة يا أمير، أنا شفت محامي تاني النهاردة وقال لي إن أنت لما رجعتليش ابني دلوقتي حالا أنا ممكن أقدم بلاغ فيك إن أنت خطفته. شو هالحكي؟ برافو، يلا بسرعة بوشك على المحامي. أنت عم تحكي معي هذا الحكي؟ يلا دلعي دلعي دلعي. قسما بالله يا أمير، قسما بالله لما رجعت لابني أنا كنت مقدمة فيك البلاغ دلوقتي حالا. سارة طلعي فيني، هذا الحكي كله توزين زين، أنا رح أرجع لك إياه. روح يلا، روح وري.
طلب نسويه كل في عندكم هذا التست تبع الحوامل موجود لك السريع اهو تعرفي ملاك الحلو طيب كثير بالمناسبه الاولاد كلهم بحبوا الحلو لانه المرحومه منى كانت كثير شاطره بالحلو الله يرحمها وانا كمان عامله كل هدول خصوصي لك كل هدول والله يا ملاك انت ما في مثلك والله وانت كمان ما في منك انا الله يعيني الناس اللي مثلي بتلاقيهم يا قاعدين بالقهاوي يا حاطين شي كرسي ايش وقاعدين بالفي لا تحكي هيك عن جد انت ما في منك عن جد على كل حال انا كثير بحب اقعد معك بحس انك بتقويني بترفعي لي روحي المعنويه فراش انا ما بقدر كمل هيك انا ماني بنت صغيره لضيع وقتي بعلاقات رفقه وصحبه يعني أنا يلي بدي إياه شي صريح وواضح قلي أنت شو بدك مني؟ كل عم نسينا اللي هب 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 يا رب يا بان بواد من نصان نتجام يا فرج يا يعني هالتحليل مستحيل يطلع غلط صح؟ اكيد مو غلط، النتيجة واضحة، أنت حامل، إن شاء الله ألف مبروك، حكتب لك هلا شوية تحاليل لازم تعمليهم بأسرع وقت ممكن، طبعا إذا كنت حابة تكملي حملك عندي. حضرتك متزوجة؟ أنا؟ إيه متزوجة بس زوجي مسافر. وإن شاء الله كنتوا ناويين تجيبوا أولاد؟ هو روح قلبه يصير عنده أولاد. وأنت؟ أكيد أنا كمان، لأنه في أحلى من المرأة تجيب أولاد من الرجال اللي بتحبه. مسيو كريم كيفك؟ أهلين أهلين مدام فاتن مثل ما ودعت تلاقي قالوا لي صديقك رفيق سافر أوف عرفتي بأسرع؟ ليش سافرتوا سرية؟ لا أبداً شو في شي سري إيه بس إجيت بالوقت المناسب بتعرف أنت شخص لذيذ وقريب للقلب ومهضوم يعني كل الصفات الحلوة فيك بتعرفي قلبي صار يدق بسرعة من هالحكي تسلمي لي شو ظريفة طيب من الأخير مدام قلي لي شو بدك يعني مثل ما اتفقنا نلعب على المكشوف ما هيك ايه أكيد على المكشوف الحقيقة أنا بحاجة لمصاري مبلغ شوي كبير وأنا مستعدة أعمل وصل فيهم ومصرة على هذا الشيء مدام أنا قلت لك إنه ما فوتك فوتات بعدين يا دوبنا صرنا أصدقاء بصراحة بدك تعذريني معلي أنت بدك تعذرني لو بتسمعني بس
أكيد في أسباب مهمة، لو هيك ما كنت طلبت. بس ساعتها بدك تعطيني وقت أفكر. يعني جوابك بخليني أتفائل. لا لا تفائلي كثير، لأنه بدي أدرس الأسباب اللي رح تقولي لي إياها. بس ضروري أشوفك لحتى أقول لك الأسباب، لأنه ما معقول أقول على التليفون. طيب ماشي، إمتى ما بدك أحكي معي، أنا جاهز. أكيد. ماريا حبيبتي، فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟ ليش ما عم تحبلي؟ ما تكونوا متزعلين أنت ونور؟ لا ماما، ما في شيء أبدا، مش متزعلين ولا شيء. لكن ما يكون ما بدكن أولاد، بس أنا اللي بعرفه أنه نور بيموت على الأولاد. أكيد ماما، أنا كمان بحب الأولاد، بس هي الفكرة أنه ما عم تزبط. عادي، مش اخر الدنيا. لا اكيد مش اخر الدنيا، بس انا قلت بركي لانه سقطتي قبل لازمك شي علاج او تشوفي دكاتره. لا ماما، هي بس ما عم تزبط. المهم انه انتم منيح ورح تحاولوا. ايه اكيد. كثير منيح، كثير منيح. ميمي شو صار لك حبيبتي؟ سوري ما كون قلت شيء ما دخلني فيه، عن جد سوري ماما. يا عمي ما بقى هالشيء، اتركيها يا عمي، شايفتيها مش حابة تحكي بالموضوع. يا عمي شو القصة؟ شو بكي؟ روقي، مش هيك ماما، أنا بس تذكرت الحبل. لو كان بعدني مكملة وما صار اللي صار، المفروض هلا كون بدي ولد. حبيبتي معك حق، سوري إذا ضايقتك. المهم هلا انكم تشتغلوا على القصة. ايه؟ احنا كثير منيح الحمد لله. عليك يا ماما، الليلة نور عازمكم على العشاء انت وبابا. ايه حبيبتي، انت بتعرفي انه كثير بحب اظهر اتعشى مع نور. بالبيت ولا بالمطعم؟ لا بالمطعم. كثير اهلين وسهلين، كيفك عمو؟ الحمد لله نشكر الله. تفضلي. كيفك انت؟ اهلا وسهلا. تعرف انا كثير عصبانه عليك. متوقع، صدقيني متوقع، بس صدقيني السفره كلها صارت هيك بسرعه. ايه بسرعه، بس مو كثير صعب عليه انه يمسك هالتليفون ويتصل قبل ما يسافر. لا بهي الحال معك، ما بقدر اقول شيء، بس يعني لو شفتيه قديش مكركب، يمكن هو ما حب يكركبك معه، بس هلا اتصل فيكي ما؟ حاكاني لما وصل على امريكا. ها شفتي؟ يعني شلون بدي اقول لك؟ والله يمكن انا وابوك بنشبه بعض كثير، يعني عاطفيين هيك، ما بنحب نودع حدا مسافر. ليش فكرك مين فينا بحب الوداع؟ والله ولا حدا. بس هو مو معقول يحمل حاله ويروح هيك لا حس ولا خبر. والله شغل بالي عليه. بعدين هو اكثر واحد بيعرف انه صار عندي عقده من وراء امي. والله يا مايك شو بدي اقول لك؟ عفوا. الو. اهلين اهلين، أنس فاتن، مشغول شوي، معلش بحكي معك بعدين. ها ايه بس خلص 5 دقائق 10 دقائق. اهلا وسهلا، مع السلامه. شو تشرب يا عمو؟ قهوه. نتاشا، خذي هلا وقتك معه، لانه بعدين ما رح تشوفيه الا بالاسبوع مره. ليه كده يا امير؟ ليه بتعمل كده؟ ليه ما بتعرفش تعمل حاجه غير انك تجرحه بس؟ طب خليني اتفهم يا اخي، خلينا نوصل لحل وسط انا وانت يريحنا احنا الاثنين. ده مش علشان خاطر انا، علشان خاطر ابنك. والله صرت تعرفي مصلحته هلا. لا حبيبتي،
مو لما تكوني أم ومسؤولة بالأول؟ خليه يربى مع أبوه أحسن ما يربى مع أم مثلك. على العموم أنا لو مالي مشغول هالفترة ما بخليك تشوفي وشه، ماشي؟ تتغيرت كل ده إمتى؟ طب ليه بتكرهني كده؟ أنا عملتلك إيه؟ أنت عارف لو تقولي أنا حرتاح. ولا شي، كل الخير، كل الخير. يلا بابا باي حبيبي، باي يا حبيبي باي، ديري بالك عليها. وين كنت؟ خربت الدنيا عليكي ما لقيتيك. شو بدك ياني ضلني ستاند باي كرمال حضرة جنابك؟ لا تقبريني، ما هيك قصدت، بس انا عايزتك ضروري. اها خير خير يا طير. كله خير، بدي مصاري. بدك مصاري؟ من وين بدي اجيب لك المصاري؟ ما أنا القرشين اللي معي يا دوب عم مشي حالي فيهم. بعدين أنت ليش بدك المصاري؟ لأنه عم فكر بمشروع، هيك مشغل صغير يطلع لنا قرشين يعيشنا فيهم بدون ما نحتاج هول اللقمة. برافو عليكي، أمتي لحقتي تفكري بهيك مشاريع، بتحطي بتقيمي بتزبطي على ذوقك طول الوقت يا قلبي. ماني قاعدة لحالي وكل واحد عم يتمقطع فيي من ميلي. عم يتمقطعوا فيكي من ورا عمايلك، اشتغلتي بالكل وما وفرتي حدا. معك حق، مشان هيك فكرت بهذا المشروع. ما عم صدقك. بعدين مامي بدك المصاري بتروحي تجيبي مصاري، منك معودة انت، معودة تدبري حالك، شمعنا هلأ؟ بس انت كل عمرك بتتمنى يكون عندك ولد وبتتمنى تعمل عائلة. هلا ما في شيء اهم منك، اي شيء تاني بيجي بعدين. بعرف حبيبي وما بدي مين يقلي، بس هيدا ما بيمنع انه انت بتحب يكون عندك ولد. لا انا بدي ولد منك انت. بس انت بتعرف انا ما عندي وقت. الله لا تحكي هيك، الله يخليك لا تحكي هيك. اوكي اوكي خلص، ما بدنا ندير على دراما، أنا عم فكر بشغلة. شو؟ نتبنى ولد، إنه نجيب ولد ما عنده أم وبي نربيه ونهتم فيه ونعمل نحن أم وبيه، نكفله يعني. إذا بدك تساوي هيك مشاني مالك مضطرة. لا لا حياتي، مش بس مشانك، أنا كمان حابة يكون عنا ولد، أنا بدي أعيش هذه التجربة معك. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، بس أنا ما سبق فكرت هيك، ما سبق فكرت تفكير جدي بهي قصة، يعني ما بعرف. ولا أنت عندك مشكلة إنه مش من دمك؟ لا أكيد، يعني أنا بالأخير كنت أقول لفريد ومنى الله يرحمون بابا وماما وما لنا دم واحد، يعني أكيد بفرق معي. شو رأيك؟ خلاص رح أفكر بالموضوع. ما قلتليش يا عم، عملت ايه في موضوع الاستوديو اللي قلتلي عليه؟ طلع مو استوديو، طلع بيت صغير، غرفتين وصالون. غرفتين وصالون؟ طب ده حلو قوي، ايجاره قد ايه؟ والله 5000. ايه؟ 5000؟ ده كتير قوي، اجيبهم منين دول؟ ما تحكي يا عم، بيتدبروا. يتدبروا ازاي بس يا عم؟ روح اشحط في الشوارع. سر ليك عم تحكي؟ احنا اهل ولو، خلص بندبر حل. مش قصدي يا عم، طبعا احنا اهل ونص. أنا بس يعني خايفة إنه أمير يتهمني بحاجة جديدة ولا حاجة. المهم ما تشيلش هم، أنا هفضل أدور كده شوية شوية لحد ما ألاقي حاجة على قدي. كان في واحد قال لي على استوديو كده في آخر الشارع جنب البنزينة، حابة أروح أبص عليه. والله خسارة، مع إنه هذا البيت حلو كتير، خسارة إنه انضوى.
معلش يا عمو، ربنا يجيب لي في الخير ان شاء الله. الو، ايه شو كيف هيك؟ امتى صار هذا الحكي؟ طيب خلص لا تشرح لي هلا، جاي بسرعه انا. يلا مع السلامه. شو في امير ضاربه لمجد، مدري شو القصه بيناتهم. شو؟ لازم نروح نشوف شو صاير فورا. ليكي دقي لأهلك، خلص بنشوفهم غير يوم. اوكي. نصيبهم ما يعرفوا. عم تحكي معهم؟ ايه. طيب. الو. ايه ماما. مالي ماما، بدنا نأجلها لغير نهار. مالي حبيبي. أنا شايفة إنك خسرتي. شو اللي بدي أخسره؟ ليش صار شيء بيناتنا لحتى أخسره؟ لا، خسرتي علاقة حب حقيقية مع إنسان شهم وصادق. أنتِ قلتي مشروع علاقة وما زبطت. مو كل يوم بيطلع بطريقنا شخص بالفعل يكون حقيقي. أنا حاولت. حاولتي بس ما كان عندك إصرار. ستي، على كل واحد مسؤول عن خياراته وقراراته بالحياة، ما بقدر أجبرك على شيء. بس إن شاء الله ما تندمي. مرحبا. أهلا كرم. أهلا، تفضل. أهلا وسهلا. ما بدي أتطفل عليكم كثير، بس أنا جيت لحتى أشوف أنا وأعتذر منها. لا ابدا، اصلا بيناتكم ما في اعتذار. تفضل، اهلا وسهلا. عود كرم. سلمى، شو رايك هيك نروح على شي مكان هيك نغير جو ونرقص نتسلى واي شي؟ لا روحوا انتم، انا اساسا عندي موعد مع حدا هون. لا ابدا، اصلا نحن لاحقين، بعدين بنروح. لا عن جد انا عندي موعد مع حدا. خلص روحوا انتوا، بس تخلصوا بلكي. لاحقين على الرقص. لك لا عن جد عندي موعد انا اساسا، واصلا كنت مالي انه خلص نشوفكم بعدين. لا انتي مو معقوله، ان شاء الله تكوني انبسطتي على الخزوه اللي خزيتي اياها. ميرا صبريني، انت شو عم تحسي ماما؟ ميرا افتحي لي البيت. يا ماما افتحي لي البيت. ميرا حبيبتي، انت تقبريني. شو حاسه؟ ليكي هي الدوخه والمراجعه هي مش عجبتني، لازم نشوف حكيم. عم تفهمي؟ ماما شو؟ ماما أنا حبلة. شو؟ شو؟ مثل ما سمعتي، أنا حبلة ومن نور. لا مستحيل هذا الحكي. شو يعني مستحيل؟ أنا حبلة مثل كل نسوان العالم. هوليكي بيبقوا مجوزين، أنت لا بتطيقي نور ولا نور بيطيقك. كيف بدك تجيبي ولد منه؟ بدك تسقطي. ما رح سقط، أوكي؟ هذا الولد رح يغير كل شيء، رح يغير كل شيء بهالبيت. غص من عنك بدك تسقطي. عاملين عقد نحن وياهم، وهيدا العقد بيخلص بعد فترة، يعني بناخذ المصاري وبدنا نمشي من هون، فاهمي شو؟ بدك تسقطي غص من عنك. إيه لا، ما حزرتي، ما رح سقط، ورح روح لنور وقول له كل شيء. شو بدك تقولي له عن كل شيء؟ شو؟ رح قول له على الحمل. وبعدين لمعلومك أنا ما عم باخذ رأيك بالموضوع، أنا عم خبرك بس لتخفي علي. بقى يا بتضلك ساكتة يا بتطلع من البيت. ميرا انت منيحة؟ ايه انا منيحة.
أنا سمعتك بالحمام كنت عم تستفرغي بك شيء؟ لا ما في شيء، عادة قلبت معدتي وبتصير مع الكل. أنت منيحة؟ الحمد لله، بحس حالي أهدى شوي. ليكي أنا ونور عم نفكر بشغلة، رح نتبنى ولد. شو؟ شو هو شو؟ قصدي ليش؟ ليش؟ لا قصدي إنه أنتِ ليش عم تخبريني؟ يعني بدك تعرفي رأيي بالقصة؟ لا مش هيك، بس أنت سألتيني كيفني وأنا عم خبرك. بكي شي ميرا؟ تفضلي. Really I don't know what to say. ميرسي كثير كثير. أهلا وسهلا. هيدا الوصل. وصل؟ أنا هذا الوصل ما بيعني لي شيء، بس لأنه خط إيديك راح أتفز فيه. عرفتي البنك؟ إيه طبعًا، بنك أبو ظبي التجاري ما هيك؟ طيب أنا بدي أستأذن لأني مشغول كثير، ها؟ بنشوفها. إلى اللقاء. صار في الشيكات عندك؟ آه تحت أمرك، تفضل. شيك مظبوط تمام، بس هي في مشكله في التوقيع، توقيع الامين غير مطابق. شو يعني؟ هشرح لحضرتك. اتفضل. لوين؟ المدير. انت من كل عقلك بدك تكفى الولد؟ يعني أنا ما بعرف ماريا ليش حكت لك. أنا من جهتي ما بدي أحكي معك بهذا الموضوع. لو سمحت نور جاوبني. ليش بدك تعرفي؟ لأنه بدي أعرف. شو هالوردة هي هلا؟ إنه شو المشكلة؟ صار لكم ساعة مناطريني، إنه في قصة أعطوني الشيك وأنا برده لصاحبه. مدام ما بدنا شو شراء، حكينا مع صاحب الشيك وهيو على الوصول. بدك تعرفي؟ الجواب ايه؟ ايه بكفل. إذا هذا الشيء بخلي ماريا مبسوطة قبل ما لا قدر الله يعني، أنا أكيد رح ساوي. بحياة ربك حلي عني مشان الله، مشان الله خلاص، تركيني اعرف شو شغلي. بدك تكفى الولد بس مشان جاملها لماريا؟ انت ما رح تجيب على بيتك كلب او قطة لحتى تربيها. هي حياة بني ادم. وما بيجوز يكون لعبة. أنا بس بدي إياك تفكر منيح قبل ما تاخذ أي قرار. والله. طب معلش بالله عليكي، تركيني لحالي واطلعي من راسي، الله يوفقك. اطلع من راسك؟ أنا ما بدي إياك تاخذ أي خطوة تندم عليها بعدين. لا أندم عليها ولا غير أندم عليها، الله يخليكي لا تنبهيني، حتى لو شفتيني عم أغلط، لو شفتيني رح أموت لا تنبهيني. بعدي عني وبس. لك شو بدك أنت؟ شو بدك؟ ما عم تفهمي؟ ما بدي رد عليك. شو بدك؟ عم بسمعك. ايه وين؟ بالبنك؟ شو بدك منه نور؟ ايه هو هون. لك انت ما بدك تحلي عني. طب يلا سكري سكري. ماما ما بعرف شو صاير لها، عم تسأل عنك و
بدي هيك تيجي معي نشوف شو عم بصير معه. بحياة ربي والله العظيم، يعني ما بكفينا اللي فينا؟ ناقصني أنا مشاكل أمك؟ وين؟ وين هي؟ وين؟ بالبنك. بالبنك. مرحبا، شو الخير؟ مرحبا أستاذ كريم. مرحبا. الشيك هذا إلك؟ إيه هذا لي، أنا صدرته للمدام فقط تقبله. بس توقيع مش موجود عندنا على السيستم. كيف هيك يعني؟ توقيع يعني. أنا بعتذر كثير مدام، بعتذر على غلطة. فعلا هذا توقيع، بس هذا التوقيع اللي بستعمله بكندا، ما بعرف كيف غلط هيك غلطة. على كل تتعوض دغري، حتى دفتر الشيكات ما جبته معي، بس ولا يهمك، تعوض فورا إن شاء الله. يعني ميرسي كثير مسيو كريم على لفتك على الشط. ما في داعي مدام فتحت. مرحبا. أهلا. كيفك استاذ كريم؟ استاذ علي بعد زمان، احوالك ان شاء الله تمام؟ طيب استاذ علي محلوله ما هي؟ محلوله تمام. طيب مدام نحكي. يلا يا كريم، لا تشغل بالك. الله يخليك، استاذ كريم خير ان شاء الله. شو اللي صاير؟ شو في؟ ما في، كان في شوية اقتباس من حاله. انت شو عامله؟ بس حاجات بهدلين قدام العالم، مش عامله شيء. اطلعي قدامي يلا. لك ماني ولد صغير. يلا ولك كلمه. ميرسي. أنا بعدين بسأل عن هذا الموضوع، ما كثير فهمت شو اللي صاير. الحوالة تبعنا وصلت؟ وصلت. خبروك الزملاء؟ كله تمام؟ أوكي. شكرا، شكرا. على اتصال. إن شاء الله. أستاذ نور؟ أيوة. أنا بعتذر منك، أنا ما بعرف إنه هي السيدة بتخصك. أي آه، عم تحكي عن السيدة فاتنة. لا ما ولا يهمك، عم تشوفي شغلك، يعطيك العافية. تذكرتني؟ طبعا شو هالحكي هذا، حتى بالعلامه قلت لك المره الماضيه تركزي معي منيح منيح مشان ما تخربطي فيني مثل ما خربطتي باخواتي، صح؟ وهيئتك ركزتي. هلا هيئتك انت اللي ركزت. هلا شوفي، انا بالعاده تركيزي مو كل هالقد مفركش يعني، مو دائما بركز مزبوط مزبوط، بس لما يكون الموضوع بيستاهل بتلاقيني اوتوماتيكي ركزت. هلا نحن هي تاني مرة بنلتقي بالصدفة، شو رأيك تكون الثالثة مو بالصدفة؟ يعني أنا سأليني شو بتحب؟ أنا بحب وبعشق المرأة القيادية. إمتى بتحبين تشاور؟ خلص أنا ببعث لك مسج. أوكي، أعطيكي رقم ولا لا؟ خلص أنتو كل الداتا عندكم، بتعرفوا الخمير والفطير. أوكي. يلا باي باي. باي. يعني نحل الموضوع على خير. هي فاتن بتحب الفضايح، وأنا ما بدي نور يتورط بمشاكلها، اللي فيه بكفيه أكتر. في مجال تشيل الموبايل من إيدك؟ إيه بشيله، بس بركي في حدا اتصل بشي ضروري. حتى لو حدا اتصل وفي شي ضروري كله بيتأجل. انت قاعد معي شباك؟ إيه تكرم عينك أنسي سلمى. الله يكرمك. أي ما أعمل كاسين. يعني بفهم من هذا الحكي إنك أنت عزمتني على كاس وبس. Oh,
شمعتنا بتقيل.